قوله وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. سبق بيان أن همزة الاستفهام إذا أتى بعدها فاء فإنه يكون بينها وبين الفاء جملة دل عليها السياق، فمن أول سورة النجم إلى هذا الموضع يدل على المحذوف. نعم استمع. قوله اللات هي صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف، وما هدمت إلا بعد أن أسلمت ثقيف. نعم. أرسل إليها النبي صلى الله عليه أرسل أحسن الله إليك إليها النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وكسرها وحرقها بالنار، وكان عليها بيت ولها سدن وخدم. فالمقصود أن اللات صخرة وصفت بأنها بيضاء. وفي قراءة ابن عباس وغيره من السلف أفرأيتم اللات بتشديد التاء، فعلى هذه القراءة يكون اللات هذا رجلا كان يلت السويق للحاج. وفي رواية على صخرة فعظموا تلك الصخرة، فعظموا يعني هذا الرجل يعني يعد هذا الطعام اسم السويق على هذه الحجرة، فعظم الحجر اللي كان هو يعد عليها الطعام. واضح؟ يعني إما اللات اسم الحجر نفسها أو اسم الرجل الذي كان يصنع الطعام على هذا الحجر. سبق أن قلنا أهل الطائف كانوا يعبدون اللات، مكة العزة، والمدينة مناة الثالثة الأخرى، على نفس الترتيب بالطريق، ها طائف مكة مدينة، صح الترتيب هذا. كذلك إيش أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، الطائف اللات مكة كانوا يعبدون العزة، الثالثة مناة الثالثة المدينة. عرفنا الآن اللات إيش هي؟ إما الحجر نفسه حجر أبيض منقوش، أو الرجل الذي كان يعد السويق على الحجر هذا لما مات عبد الحجر اللي كان يعد عليها الطعام. سخافة؟ نعم سخافة، المشرك سخيف. قال جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ملة إبراهيم التوحيد، إلا من سفه نفسه. نعم. وفي رواية على صخرة فعظموا تلك الصخرة. نعم. وفي رواية أخرى عن السلف أنه كان يلت لهم السويق فلما مات عكفوا على قبره. فتحصل من هذا أن اللات صخرة، فإذا قرأت اللات بتشديد التاء فيكون قبرا أو صخرة. نعم. كان يتعبد عندها ويتصدق ذاك الذي كان يلت السويق. نعم. والعزة شجرة كانت بين مكة والطائف، وهي في الأصل شجرة ثم بني بناء على ثلاث سمرات، وكانت امرأة كاهنة. سمر يعني شجر، شجر السمر. نعم سمرات. نعم سمرات حسن الله إليك. وكانت امرأة كاهنة هي التي تخدم ذلك الموضع، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أرسل إليها خالد بن الوليد فقطع الشجرات الثلاث السمرات الثلاث وقتل من قتل. فلما رجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع فرآه السدنة ففروا إلى الجبل، ثم رأى امرأة ناشرة شعرها عريانة وهي الكاهنة التي كانت تخدم ذلك الموضع الشركي وتحضر الجن لإضلال الناس بذلك الموضع، فعلاها خالد بالسيف حتى قتلها. الله أكبر. فرجع نعم. للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك العزة. تلك العزة. نعم. المقصود أن العزة اسم لشجرة كانت في ذلك الموضع. وكان من يعبدها؟ أهل مكة، هي بين المكة وبين الطائف. نعم. وكان تعلق الناس في الحقيقة بتلك الشجرة وبالمرأة التي كانت تخدم ذلك الشرك، فلو قطعت الأشجار وبقيت المرأة فإن المرأة ستغري الناس مرة أخرى بما ستذكره لهم أو ما تحكيه لهم أو ما تجيب به مطالبهم عن طريق الجن، فلا يكون الشرك قد انقطع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك العزة، يعني أن حقيقة العزة هي تلك المرأة التي تغري الناس بذلك الشرك، وإلا فهي شجرة. نعم. قوله مناة الثالثة الأخرى، الأخرى يعني الوضيعة الحقيرة، وكانت مناة هذه أيضا صخرة، وسميت مناة لكثرة ما يمنى عليها من الدماء تعظيما لها. ووجه مناسبة الآية الآن عشان نحفظها، نسكن الطائف مكة مدينة، صح؟ الآية أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، تمام؟ طائف ها اللات مكة العزة،
مدينة مناة الثالثة. آه. لكن هي إيش؟ حجر شجر حجر عشان نحفظها. ها أفرأيتم اللاتة حجر الطائف، العزة شجر مكة، مناة حجر المدينة. ماشي طيب. نعم. قال وجه مناسبة الآية للترجمة، هذه حركات عشان الواحد يحفظ يربط، لما قالوا في يوم القيامة في ميزان وفي حوض وفي صراط، أيه قبل أيه؟ قال احفظ كلمة إيش؟ حمص، المدينة المعروفة في بلاد الشام، حمص حاء ميم صاد، حمص أول شيء الحوض، ثم ميم ميزان، ثم صاد، ها حمص، إذن حوض ميزان صراط. حفظتوها؟ يلا كم تدفعون عليها عاد هذه؟ كلها ببلاش؟ أحسن شيء ببلاش، أحسن شيء. كان بعض المشايخ يقول علم مجانا كما تعلمت مجانا، هذا الشيء ما يشعر فيه إلا اللي الله جل وعلا وفقه، نجتمع نطلب العلم بالمجان، لا تعطوني ولا أعطيكم. لكن لو تقارن حال الجامعات الأكاديمية تجد يمكن هذا يبغض الدكتور، هذا يتمنى لك يوم أنه مريض ولا عنده حالة وفاة عشان يغيب، وإذا غاب جاب عذر طبي، وأنا كنت مريض، وأقول لا بعذر، لا مو بعذر، لا أجل الامتحان، بيناتهم ربما يبغض بعضهم بعضا. لكن المساجد ومدارس تدريس المساجد اللي ما في لا حضور ولا انصراف ولا درجات ولا شهادات ولا حتى أسانيد، ها لأن بعض الناس بعد نعطيك سند تقجوا يوم توزيع السند، أخذ السند ومو فاهم شيء، بس هم يقول لك إيش أخذ الكتاب بالسند، إحنا ما عندنا لا أسانيد ولا فلوس، عندنا شاي وقهوة احمد ربكم بعدها. فهذا شيء عظيم نستمتع به، ما يعلمه إلا الله عز وجل، ومن جربه عرف. هذا شيء عظيم أن نجتمع في بيت بيت الله نقرأ العلم التوحيد ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لا طالبكم ولا طالبوني، هذا شيء يعني جدا رائع، نسأل الله يديم علينا فضله. نعم وياك تفضل كمل. ووجه مناسبة الآية للترجمة أن ما كان يفعله المشركون عند هذه الثلاث هو عين ما يفعله المشركون في الأزمنة المتأخرة عند الأحجار والأشجار والغيران والقبور، ومن قرأ شيئا مما كان يصنعه المشركون علم غربة الإسلام في هذه البلاد قبل هذه الدعوة. أي دعوة؟ دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب. نعم.